حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز الأهم الأنباء. اعتبر مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مشروع الصخيرات امتدادا لانقلاب مجرم الحرب حفتر. مفتي الديار في برنامج الإسلام والحياة الذي يبث على شاشة قناة التناصح أضاف أن ميليشيات مجرم الحرب حفتر تتمركز بالجنوب والشرق الليبي ولم يتبقى للثوار إلا المنطقة الغربية والوسطى، وطالب مفتي الديار الليبية القائمين على جهاز الحرس الوطني بالخروج على الشاشات وأن يوضحوا للناس ما يحدث في البلاد، لافتا إلى أن الحرس الوطني قد خيب آمال الليبيين لأنهم لم يروا منه شيئا. قال مركز السرايا للإعلام أن طائرات تابعة لحفتر من نوع إير تراكتر شنت غارتين جويتين على منطقتي الصبري وسوق الحوت صباح الأربعاء. الغارات خلفت خسائر في المباني والممتلكات العامة والخاصة نتيجة للقصف العشوائي دون تسجيل خسائر في الأفراد، حيث كانت مصحوبة بقصف مدفعي من قبل ميليشيا الكرامة. يشار إلى أن ميليشيات حفتر تحاصر منطقتي الصبري وسوق الحوت. أكد البيان الختامي للقمة العربية الأربعاء دعم جهود دول جوار ليبيا لتحقيق المصالحة عبر حوار ليبي ليبي ترعاه الأمم المتحدة، وشدد البيان على ضرورة دعم المؤسسات وتأييده الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. قال أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية أنه سوف يلتقي الأيام القادمة بالجزائر أطراف إقليمية ودولية من بينها قادة الاتحاد الأوروبي للنظر في الأزمة الليبية. أبو الغيط في مؤتمر صحفي بعد نهاية القمة العربية أشار بأن الأزمة الليبية سوف تتبناها الجامعة العربية وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة، بالإضافة إلى خط الأطراف الإقليمية المحيطة بليبيا من جهة أخرى للوصول إلى حلول تضمن الاستقرار في ليبيا. نشرت صحيفة ميدليست مونيتور أن مجرم الحرب خليفة حفتر رفض دعوة رئيس تونس بسبب دعم الحكومة التونسية للمجلس الرئاسي المقترح. أفادت الصحيفة أن حفتر رفض دعوة السبسي لاعتباره الحكومة التونسية معادية لمجلس النواب المنحل وحكومة الثنية المنبثقة عنه. وتأتي دعوة السبسي في محاولة لإشراك حفتر في المحادثات مع جميع الأطراف الليبية بتعاون تونس مع الجزائر ومصر في الأسابيع القليلة الماضية. دمتم في أمان الله.